ضميري مكارم الأخلاق. خذني إلهي لمسلك العشاق، تحيي ضميري مكارم الأخلاق. هب لي سر العبادة في مرقاة السعادة، هب لي سر العبادة في مرقاة السعادة، في مرقاة السعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. طبعاً الحديث عن القرآن الكريم إلى جوانب عديدة وبحوث متعددة ومختلفة، والمقصود في هذه السواعي المباركة أنه أتحدث عن خصوص التلاوة والقراءة. راح أقدم لكم في المقدمة علمية مهمة جدا، ولكن أبسط هاي المقدمة وأقدمها بلغة عامية حتى يكون الجمهور كله يقف على ما أقول. أقدم الموضوع باللغة الجمهور، لغة الجمهور، لغة الكل، لغة عامة الناس، لأنه مقصودنا إحنا أنه نتثقف. لازم هذا المجلس يكون نطلع منه وإحنا نحمل معلومات جديدة، نحمل معلومات مفيدة، نحمل نور في حياتنا. أنا ساعة أضيع وقتي مثلا لا سامح الله، أو أنت تضيع ساعة وقتك؟ لا، هذا مو ضياع، هذا أصل الحياة، هو هذا أنه تزداد علما، أزداد علما. لذا كلنا الآن في ساعة علمية، في ساعة ثقافية، نريد نثقف أنفسنا، نستفاد من وقتنا. لا يكون هذا الوقت علينا حسرات يوم القيامة، نتحسر ليش ضاع وقتي. لذا أشوفكم كلكم الحمد لله من السامعين والصاغين، يعني كلكم من تبهيدي، حتى النساء جزاه الله خير، أشوف انتباه كامل، هذا يدل على أنه أكو عطش للمعرفة، عطشانين نعرف، نعرف نفتهم شكو ماكو. باكر الله يسألنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألنا يوم لما يوضع الإنسان في قبره، أول سؤال، أول سؤال يقول هل لا تعلمت؟ يسألون عن علمك. عندما يسألون عن التوحيد، من ربك من نبيك، إذا تقول له ما أعرف، ما أعرف توحيدي منه الله أو من ربي، أو لا سامح الله معرفتي في الله قليلة، إذا قلت لا أعلم يأتي الخطاب هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ ويضرب على رأسه بعمود من نار. أنه إحنا خلينا الحياة مدرسة لك، إحنا خلينا عمرك، زمانك، حياتك، صحتك، شبابك، كل هاي وسائل إحنا هيئناها لك، أنبياء أرسلنا، كتب أنزلنا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الدنيا عبثا، وما خلقني عبثا، ولا وما كنا لاعبين. الله مو أهل لعب، الله جدي، الله سبحانه وتعالى جد، مو مال لعب. فهاي الخلائق اللي خلقها السماوات والأرض، وهالبشر وهالخلق وهالقيل والقال اللي موجود بالعالم، وهالحروب وهالنزاعات، هذه كلها البيع والكنائس والمساجد، كل هذه شيء لغويات. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا كله لغوا ولعبا ولهوا، الله راد يتلهى مثلا، هذه العاب لا سامح الله، ابدا هذا المعنى ما موجود. فالله سبحانه وتعالى خلق الحكمه، حكيم لطيف خبير عليم قادر، خلق الحكمه، خلق الرجل وخلق المراه، كان كلهم خلقهم رجال،
كلهم خلقهم نساء. خلق المرأة ونطاها في الأوصاف، خلق الرجل ونطاها في الأوصاف. أصلا أوصاف الرجل تختلف عن أوصاف المرأة، وأكو هناك مشتركات بيناتهم. لذا أشوف الأحكام الشرعية منها مشتركات ومنها خاصة بالرجال ومنها خاصة بالنساء. ليش؟ لأنه كل واحد فسيولوجيته ما تختلف، خلقته هيكله يختلف عن الآخر. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق من أنثى وذكر، كل الخلق خلقه من زوجين، يعني من أنثى وذكر. هالحيوانات هالنباتات، النبات بها ذكر مذكر وبها مؤنث، وجعل الرياح لواقح. هذا الريح يودي مثلا ما عند المذكر إلى المؤنث حتى تلقح المؤنث وتعطي ثمارها بالنباتات بالحيوانات بالإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى هذا كله خلق هيك على لعبة مثلا؟ أكو فت حكمة بيها، أكو بيها في السر. لذا احنا لازم نثقف أنفسنا، نعلم أنفسنا. كل واحد حسب وعائه، كل واحد حسب خلفيته. واحد خلفيته مثلا أفرض دبلوم، واحد خلفيته مثلا ماجستير، واحد خلفيته دكتور، واحد خلفيته عامي، أمي ما يقرأ وما يكتب. لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد عقل، ويحاكمك بعقلك. أنت الفلاح، أنت العالم، أنت التلميذ، أنت المعلم. كل واحد الله سبحانه وتعالى يحاسبه بعقله. نطاق عقل 10 درجات يحاسبك 10 درجات، نطاق عقل 100 درجة يحاسبك 100 درجة. هذا في البحث موجود بالفلسفة، أنه الاستعدادات الإنسانية الله سبحانه وتعالى يأخذ بالاستعداد الإنساني. إيش قد نطاق استعداد؟ إعطاني لي 10، زين؟ ابن سينا شيخ الرئيس إيش قد نطاق؟ 100. أنا بالعشرة ما تعملت، ابن سينا جاب 99 من درجات استعداداته، واحدة ضيعها. أنا أكون في الجنة رتبتي أعلى من رتبة ابن سينا. ليش؟ لأنه أنا العشرة اللي الله نطاني ما ضيعتها. الله نطاني 10 درجات، أنا جبت 10. أنا رجل أمي، الله نطاني 10 درجات جبت 10. ذلك الرجل عالم كان المفروض يجيب 100، جاب 99. إذا مقصر بواحد، تقصير الواحد راح يعاقب عليه. فأشوف يوم القيامة هذا معنى العدل الإلهي. العدل الإلهي يوم القيامة معناته هذا، أنه إيش قد نطاق استعداد يأخذ على استعدادك، إيش قد نطاق عقل. العقول تختلف، عقول البشر متفاوتة. يسأل الإمام قال سيدي ليش بعض الأولاد، شوف جرب، بعض الأولاد تحكي وياه مرة يفهمك، بعض الأولاد تحكي وياه 10 مرات ما يفهمك، لازم تعيد عليه إلى أن يفهمك. بعض الأولاد بعدك معاكي بمجرد ما تفتح فمك يفهمك. يسأل الإمام ليش هذه؟ تفاوت موجود بالبشر، عقول الأولاد عقول البشر. إنه بعد ما قايل بس هو قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، تعرف شو تقول. وبعض تقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. بعض مرات تقول 10 مرات بسم الله الرحمن الرحيم ما يقولها، ما يعرفها. ليش؟ الإمام قال لأن الله سبحانه وتعالى لما يعطي العقل للبشر، بعضهم يعطي العقل للبشر وهو في نطفته، بعد بالنطفة الله يفيض عليه العقل، هذا يصير ذكي، يصير فاهم. الله سبحانه وتعالى أعطاه ذكاء خارق، نبوغ، نابغة، لأنه هذا العقل أفاض عليه وهو في صلب أبيه. بعضهم يعطي العقل لما يكون شنو؟ لما يكون في رحم أمه، الله يفيض عليه العقل. بعضهم لما يخرج من الرحم ويطلع هاي الدنيا وفتلاث 4 سنين تمر، هذاك الوقت يطيع عقل. فشوفه ما يستوعب المسألة بسرعة. بالمسألة استيعاب المسألة ما عنده استيعاب سريع، لأن هذا العقل أفيض عليه. طبعا سألت تقول إذن هذا شنو ذنب المسكين؟ ماكو ذنب، نظام العالم يقتضي ذلك. إذا كل العالم أذكياء ما حد ما يشتغل، إذا كل العالم أغبياء ما حد ما يقدر يطلع إنتاج. لازم أكو واحد غبي واحد ذكي حتى يمشي المعاملة تمشي. بس شنو معناته؟ معناته أن الله سبحانه وتعالى عادل، هذا أنه هذاك اللي نطاق غباوة يستعمل يحاكم على قد غباوته، هذاك اللي نطاق ذكاء يعامل على قد ذكائه. فالذكي لازم يجيب 100%. أولادنا بعضهم أذكياء بعضهم لها عاديين، وهذا العادي لما يجيب درجة أفرض 60%، تمدحه. ليش؟ يقولون هذا كان المفروض يجيب 50-50، لا يكمل هذا، فقط ليصير إكمال يكفيني. أما هسه الحمد لله ما صار إكمال وصار ناجح وجايب 60-70 درجة.
أما إذا عندك ولد ذكي جدا ذكي جدا، هذا إذا جاب 90 تعاتبه، قل له من مثلك ما يجيب 90، من مثلك لازم يجيب 100، إذا أنت بعشرة مقصر، يعني بعشرة أنت ما مستعمل ذكائك، تعاتبه على ذلك. يقول لك شلون صار أخويا جاب 70 ومدحته وطته جائزة وأنا اللي جبت 90؟ يقول له أخوك حسب ذكائه حسب استعداده، أخوك تفرق أنت وأخوك، الله نعطيك ذكاء خاص إليك، لذا أحاسبك على قد عقلك على قد ذكائك. فلذا الله سبحانه وتعالى من عدله من لطفه من حكمته أنه خلق العالم متفاوت، باللغة متفاوتين، بالذكاء متفاوتين، بالعقول متفاوتين، ما أدري بالاستيعاب متفاوتين، بكل شيء، حتى بالجلد المتفاوتين، واحد جلد أبيض واحد جلد أحمر واحد جلد أسود، تفاوتكوا، هاي كلها حكمة ربانية. بس الكل في أمام العدل الإلهي مستوي، في مقام القانون الإلهي كلهم على حد سواء، ماكو فرق. لذا عبدي يطيعني، كل واحد يطيعني يكون مثلي، يكون من أهل الجنة، سواء كان أسود أبيض أحمر أصفر، من أي دولة من أي بلد من أي لغة من أي قومية من أي طائفة من أي مذهب من أي دين، ما عندي مانع يكون مطيع لله. إذا كان مطيعا لله فإنه من أهل الجنة، وإذا كان عاصيا لله، خلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا، خلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، هذا حكم الله، ما عنده قرابة ويا أحد. هاي حديث أنه الله سبحانه وتعالى ما عنده قرابة، ما عنده قرايب، يقول لك أنا عندي عبودية، عبودية وربوبية، أنا راب وأنت عبد، إذا أتيت بالعبودية أنا أتي بالربوبية، إيش قد أنت تجي بالعبودية أنا أضعف أعطيك ربوبية، يعني أعاملك بربوبية تبي أضعاف، أنت صلي لي ركعتين أنا أعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، صلي لي ركعتين خالص مخلص أنا أعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، لأنه أنا رب كريم وأنت عبد ضعيف، فأنت على ضعفك جبت لي ركعتين أنا أجازيك بجزاء حسن وحاسبك حسابا يسيرا، أعطيك الجزاء الأوفى، أوفيك وأرضيك، مو بس أوفيك، أوفيك وأرضيك، أرضيك. فحينئذ لا بد أن نزداد معرفة ونعرف أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ولما خلق هذا الخلق وماذا يراد مني. رحم الله طوبى أمير المؤمنين روح البداية، يقول طوبى لمن عرف من أين وإلى أين وفي أين. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه سئل لما خلق الله الخلق، فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضر، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد. فحينئذ الحديث اللي راح أقدمه ولو كان حديث علمي، ولكن أحاول بلغة الدارجة والشعبية أقدم هذا الموضوع. شوفوا حبيبي، احنا عندنا كلام وعندنا كتاب، الكلام هذا اللفظ اللي نتكلمه، إذا يسموه الوجود اللفظي، هذا الوجود اللفظي الله سبحانه وتعالى لماذا جعله؟ جعله للتفاهم، لأنه إذا أريد أقول لك أنا رحت لحديقة الحيوانات ورأيت في الحديقة أسدان وأريد أوصف لك الأسد، إذا ماكو هاي الألفاظ مجبور شو أسوي؟ مجبور أخذ بإيدك وأوديك إلى حديقة الحيوانات وقدام قفص الأسد وأقول لك هذا اللي شفته، هذا راح يخلي النظام كله، لأنه أي حاجة أريد أبينها لك هالشكل راح كل النظام يخيل. فأوصل لك الفكرة بيش؟ باللغة، باللفظ، بالكلام، بالحروف، بالأصوات، بالمخارج، أوصل لك الفكرة.
زين بعض الأحيان أنت ببلد آخر وأنا هنا أنا موجود، وأريد أوصل لك الفكرة شيء وأنا أوصلها شلون أوصلها؟ الله سبحانه وتعالى جعل الحروف كتبا، هاي الحروف اللي كانت لفظة جعل إلى وجود آخر وهو الوجود الكتبي. إذا صار عندنا وجود لفظي وعجود كتبي، وعندنا وجود حقيقي ووجود ذهني، وجود خارجي ووجود ذهني، لأن الوجودات تنقسم إلى أربعة أقسام كما في علم المنطق أو المنطق، منطق مظفر عليه الرحمة، أنه الوجود الذهني والوجود الخارجي والوجود اللفظي والوجود الكتبي، اثنيناتها حقيقية واثنيناتها اعتبارية. فالوجود اللفظي والوجود الكتبي اعتباري، حينئذ الله سبحانه وتعالى جعل الكلام واسطة وجسر بيني وبينك، أفهمك وتفهمني بالكلام، وراء الكلام جعل الكتاب، جعل الكتاب بدلا عن الكلام. إذن احنا عندنا كلام لفظي وعندنا كلام كتبي، هذا الكلام تارة يكون عظيما تارة يكون غير عظيم. فلان والله كلامه عظيم، بس فلان لا يا اخي كلامه ركيك جدا، كان ركيك وما له محتوى وما له قيمه وما له ثمن. شلون تميز العظمه عن غير العظمه؟ انه فلان حكي عظيم وفلان حكي ما له قيمه ما له ثمن. فلان حكايته مثمنه، كلامه درر يا اخي يحكي لك در، وكلامه يحكي لك حصو، كلامنا ما يحكي حصو، كل شيء ما يفيد بس يوجع الراس، مو ما يفيد بل اكثر بضرر، يوجع الراس لانه كلامه فحوش وبذاء وما شابه ذلك، لغو لغو الثرثار مثلا، حلاق الثرثار قريناه بصف الثالث الابتدائي، الحلاق الثرثار انه ده يحلق راسه ويحكي له انه شلون صارت الحرب العالميه الاولى والراحه وجو على راسه، هناك حال ضرب على راسه وقالوا هنا ضربوا القنبله النوويه مثلا ما ادري شنو من عندي ده زيد ذني، انه ضربوا هاي القنبله وضربوا براسه، قال له اخي هذا جلس له، وقال له والله ده احكي قصه مال الحرب العالميه الاولى والثانيه شلون صارت، قال له على راسي المسكين انا بدي احلقني وقتها. فبعض الاحيان شفت ثرثار بس يحكي ما في فائده. فاحنا عندنا كلام عظيم زين، القران الكريم كلام عظيم، لذا نقول القران عظيم من أسمائه. هاي العظمة من مين تجي؟ اسمعوها حلوة بحث لطيف. العظمة القرآنية من مين تجي؟ ليش احنا المسلمين نقول القرآن عظيم؟ عظمة الكلام وعظمة الكتاب يأتي من جهات عديدة، لو من جهة المتكلم، المتكلم عظيم، فلمن يحكي يحكي كلام عظيم يا أخي، المتكلم فيلسوف، المتكلم عارف، المتكلم فقيه، مرجع تقليد طبعا، لما يحكي كلام يحكي كلام مضبوط، يحكي كلام مرموق، يحكي كلام معقول. ليش؟ انه متكلم فاهم. فتأتي عظمة الكلام من جهة المتكلم، المتكلم عظيم فيكون كلامه عظيم، هذه جهة العظمة من جهة المتكلم. تارة لا، الذي جاء بهذا الكلام عظيم، جاء بالكلام عظيم، مثلا أنا أهدي لك فد كتاب، تارة أدز بيد خادم كتابي، تارة أدز بيد ولدي، أنت لما يوصل الكتاب تارة بيد ابني تقوم للكتاب، تحترم الكتاب، تقول ليش؟ تقول لأنه الجابة ابن السيد، جاب الكتاب ابن السيد، هاي يدل على أنه محترم للرجل فتقوم للكتاب. اما اذا مثلا دزيتك جيران ابن الجيران، يقول شوف دزلي ابن الجيران، دزلي ابنك لاقل احترمني. اذا تارة تكون العظمة من جهة الذي يأتي بالكتاب، يأتي بالكلام. لذا يقال يعرف عقل الرجل بثلاثة، واحدة اذا تشوف فلان عاقل او مو عاقل شلون تعرفه؟ اكو علامات. واحدة من الرسالة، الرسالة شلونها؟ تارة يكتب لك برسالة وسخة ممزقه، يكتب لك رساله تعرف ان هذا صاحبك مو نظيف، مو هالقد نظيف، هذا لو بط لو ما يعتني بنظافته، لو يشوف مثلا وسخ من حيث القوه الباطنيه، على كل حال اكو بي خلل. ليش نقول هاي مو رساله انسان، انسان كامل، انسان ناقص داز هاي الرساله. فيعرف عقل الرجل برسالته، يعرف عقل الرجل بهديته، اذا هدا لك هدايا من الهديه تفتهم انه هذا قد عقله، فمن الهدية تعرف الطرف المقابل ايش قد عقله، انه هذا عاقل ولا مو عاقل. هاي اللي جابت لي هدية من مكة المكرمة مثلا، حجية جابت هدية، هديتها شنو جابتها من مكة؟
من هديتها تفتهم عقلها شقد، عقل المرأة من هداياها، عقل الرجل من الهدايا، عقل أصدقائك تكشفوا مدارك من الهدايا، إنه شيء يهدي لك وشلون يهدي لك كيفية الهدية. والطريق الثالث الرسول، من الرسالة والرسول والهدية. يدز لك واحد طارش، الطارش يدز لك من هو؟ من الطارش، من البريد، من الرسول تفتهم عقله شقد، إنه هذا يفتهم لو ما يفتهم. دايد يوصل لك فتشلمة يدزها بالطفل، افهم إنه هذا ترى ما يفتهم، لا تتعامل وياه، هذا ما عنده عقل. هذا الموضوع بهذا المهم، ادزه بالطفل، هاي الحاجة بهاي المهمة، حاجة مهمة جدا، ادزه بالطفل بالشارع ونباق الطفل ونضرب الطفل لا سامح الله. يا أخي الله نعطيك عقل، لازم تعرف بيد من تدز الرسالة، بيد من يا أي رسول تدز. ترى لا يدز لك واحد محترم، من رسولك تفتهم عقله شقد، إنه هذا عاقل أو ليس بعاقل. هاي الطرق لكشف العقل. فإذا إحنا نعرف عظمة الكلام وعظمة الكتاب ممن يأتي بالرسالة، يأتي بالكتاب، يأتي بالكلام. ثالثا نعرف عظمة الكتاب والكلام، أنه هذا لمن الكلام والكتاب، لمن يصل هذا الكلام والكتاب. أنا ترى أكتب كتاب، مثلا أكتب كتاب حكي فارغ، حكي فارغ ليش؟ لأن أقول لك يا فعلا جماعتي مثلا الشباب اليوم يحبون هذا الحكي الفارغ، لذا يصفط لك حكي فارغ، لأنه يقول لك الجماعة هم أهل فراغ، يدير فراغ فيجيب لك قصة ألف ليلة وليلة مثلا، قصة ألف ليلة وليلة والجن ايش سوى وما أدري وين راح أو شلون طلع الفلان، ايش قصة مثلا ما لها ربط مثلا. هسه طبعا قصة ألف ليلة وليلة لها ربط بها جانب الأدبي، بعضهم يقولون باعتبار الجانب الأدبي اللي موجود به، كتاب أدبي يعتبر من كتب الأدب، لكن كمثال دا أمثل. فشوف الذي أرسل إليه من هو؟ المرسل إليه منه. تعرف عظمة الكلام والكتاب من المرسل إليه، ترى لا تعرف عظمة الكتاب والكلام من المقاصد اللي موجود. هذا الكلام الكتاب شنو مقصد به؟ من مقاصده، من محتوياته، من مغزاه، من مفاهيم اللي به، أنا أفهم إنه هذا الكتاب عظيم أو ليس بعظيم. إذن العظمة لها جهات متعددة، عظمة الكلام، عظمة الكتاب من جهات متعددة. نحن نرى أنه هاي العظمة من كل الجهات قد جمعت في القرآن الكريم بأعلى مراتبه، بحيث لم يكن عندنا كتاب، لا كتاب سماوي كالتوراة والإنجيل ولا كتاب أرضي، عندنا مثل هذا القرآن من حيث هذه الجهات العظمة، ما عندنا كتاب مثله، ما عندنا كتاب مثله، ليس كمثله شيء في هذا الكتاب، الله ليس كمثله شيء، كلامه القرآن الكريم ليس كمثله كلام. لذا قال القرآن الكريم من أسماء المهيمن أنه يهيمن على كل الكتب، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.